يسوع أحمد. إليكم. شكرا يا محمد على هذه الجولة في عالم المال والأعمال والاقتصاد. مشاهدينا الكرام بسرعة جدا هنروح لحوار ثالث في هذا اليوم من هذا الصباح وجولة صحفية في معظم الجرائد الصادرة صباح اليوم. بيشرفنا في هذا الحوار السيد عبد الجواد أبو كد رئيس تحرير بوابة روزليس. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا أستاذ عبد الجواد. ممكن الخبر الأبرز اللي سرق الأضواء من المعركة السياسية في مصر حاليا هو إخلاء سبيل مبارك ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري. جريدة الوطن قالت مبارك يعود إلى المعادي والثوار يلاحقونه بالبلاغات. الإنقاذ تقدم بلاغة عند التحقيق معه في 25 سنة تعذيب ودفاعه يرد ببلاغ ضد تمرد. تعليق حضرتك إيه على الجدل اللي أثاره إخلاء سبيل مبارك وبعد كده قرار آخر بوضعه قيد الإقامة الجبرية واللي هيكون لاغي بعد 22 يوم مع انتهاء فترة الطوارئ إذا لم يتضمن نص بمدة محددة؟ الفكرة انه القرار متوقع لانه في فترة للحبس الاحتياطي هو قضاها اللي هي 24 شهر يعني خروجه كان تحصيل حاصل. ويمكن السيد فريد الديب المحامي بتاعه قال الكلام ده من فترة طويلة جدا والناس القانونيين والفقهاء عارفين هذه المسألة بشكل كبير جدا. فمسألة ان يخرج من السجن دي مسألة تحصيل حاصل انما هل هو لديه قضايا اخرى ولديه قضايا اخرى. انما في الحقيقة يعني وضعه تحت الاقامة الجبرية هي مسألة كانت لازمة وضرورية لتهدئة الشارع لانه احنا عندنا شقين في هذه المسألة. الشق الاول وهو الشق القانوني وهو يسير بانضباط وبشكل جيد لانه القاضي في الحقيقة بيحكم بناء على الاوراق المقدمة امامه في كل القضايا المتعلقة سواء بمبارك او بغيره. الشق الثاني وهو شق الشارع والشارع لم يكن يقبل بأي حال من الأحوال خاصة في هذه الظروف خروج الرئيس الأسبق بهذا الشكل. ولذلك كان القرار يعني سليم من ناحية الأمن العام ومن ناحية التهدئة حتى ولو كان الأمر يمثل إزعاجا للبعض. إنما لما نشوف الصورة كمان كيف تقبلته المعارضة، المعارضة تقبلته بأريحية كبيرة بغض النظر عن القرارات أو البلاغات المقدمة ضده. إنما لم يكن هناك رد فعل عنيف لا من جبهة الإنقاذ مثلا ولا من 6 أبريل ولا من حركة تمرد، كلها توقفت عند مرحلة البيانات. وهو يؤكد أن شيئا لم يحدث وما فيش رد فعل كبير لأنه رغم خروج مبارك لم يسرق الصورة من الحرص على مواجهة الإخوان واعتبارهم الخطر الأكبر في هذه المرحلة. يعني الحرص على مواجهة الإخوان واعتبارهم الخطر الأكبر يمكن ده بتبروزه المصري اليوم في صفحتها الرئيسية. قيادات الإخوان تتمثل من جرائمها في تحقيقات بديع البلتاجي مسؤول الأمن وحجازي كنت حسن النفسي زبط البرنس وأبو بركة والغنيمي وعارف والقبض على 5 ومعهم قنابل. يمكن أستاذ عبد الجواد سريعا قيادات الإخوان بتحاول أنها تتمثل من هذه الجرائم تصريحات زي ما شفناها من بديع ومن حجازي. حجازي بيقول ان هو ما كانش عارف بوجود اسلحه في اعتصام ربع العدويه وبديع المرشد العام وده كان غريب جدا هذا التصريح بيقول انا قلت كلمه مره واحده في المنصه وما رحتش غير مره واحده وكنت خايف من تعاقب الاجهزه الامنيه. حجازي بيرد عليه بتصريح اكثر غرابه وبيقول كنت ههرب ليبيا وهرجع تاني علشان اساعد الجيش والشرطه في بناء مصر من جديد. خلينا يعني بس نقول مبدئيا ان هناك عمليه كبيره جدا تتم في وزاره الداخليه وهي عمليه استيراد الرؤوس الكبيره للاخوان وهي عمليه تمت قبل حتى فض اعتصام ربع العدويه وهي عمليه يعلن عن بعض ما تم فيها ولا يعلن عن البعض الاخر حرصا على ان تتم باقي العمليات بشكل سليم جدا. هناك عدد كبير جدا من القيادات يمكن احنا بنتكلم واحنا قاعدين دلوقتي على اكثر من 166 قياده رئيسيه في القاهره والمحافظات سواء أعضاء في مكتب الإرشاد أو قيادات في حزب الحرية والعدالة. ويمكن يعني فكرة القبض على الرؤوس الكبيرة هي السبيل الوحيد لتهدئة الشارع الآن فيما يتعلق بتنظيم المسيرات أو تنظيم المظاهرات وده اللي بتعتمد عليه الأجهزة الأمنية. ويمكن هي ناجحة إلى حد كبير جدا في العملية اللي بتعملها وفي تقديري أن بعض العمليات كان سبق القبض على هذه القيادات وكان عملية الإعلان عنها تالية لمسألة القبض بمراحل أو بأيام.
او حتى فكره الرصد وتحديد المواقع وانتهاز اللحظه المناسبه للقبض زي ما بيتم مع باقي القيادات التي لم يتم القبض عليها، انما معظم مسؤولين المكاتب الاداريه بالمحافظات المحركين الاساسيين للامور تم القبض عليهم. في الحقيقه فكره الاتهامات او الاقوال، يعني خلينا بس نوضح انه ما قاله صفت حجازي التسجيلات التي اذاعتها معظم الفضائيات هي بعد القبض عليه وليست ضمن التحقيقات، يعني ده تسجيل كان بعد لحظه القبض عليه ولم يكن تصريحات رسميه، فما لا يعول عليها لانه هو في النهايه ما نقدرش احنا نقول انه هو قال هذا الكلام، انما هما في التحقيقات بيقولوا ايه انا لا استطيع ان اجزم، انما الانكار هو العاده الرئيسيه. طبعا يعني ما حدش هيعترف ان هو كان بيجيب اسلحه وما حدش هيتكلم يقول ان انا كنت باخد فلوس على العنف. يعني في تقديري ان كل الامور تسير في النفي. يمكن امبارح كان في خبر رئيسي انه المرشد العام لجماعه الاخوان المرشد السابق محمد بديع رفض الوصول امام جهه التحقيق اللي ذهبت اليه في محبسه في طره، وهذا يعني يعطينا صوره انه مساله النفي قائمه، مش النفي كمان وعدم الكلام، وده اضمن حاجه علشان الاتهامات لا تثبت على اي متهم. يمكن المجال بيبقى اوسع اذا كانت هناك محاكمات لانه بيبقى في محامين بيترافعوا وفي خطوات بتتخذ. في النقطه دي هو ده مقبول من متهم عادي او مقبول من شخص مقبوض عليه بشكل عادي في قضيه جنائيه في اي قضيه، لكن هل هو مقبول من شخصيه ليها ثقل في جماعتها زي المرشد، شخص زي صفوت حجازي من قاده راي في جماعتهم، هل هذه التصريحات مقبوله ولو بعد القبض او قبل القبض؟ لا طبعا، يعني خلينا يعني اذا كان راس النظام بتاعهم بيقول كده امال اللي تحت هيعملوا ايه؟ ما هو يعني هو احنا لو رجعنا التصريحات اساسا التي كانت على منصه رابعه ده شيء طبيعي ان هو يقول كده، يعني لو تابعت التصريحات هتلاقي ان احنا الرئيس مرسي جاي يوم الاحد، انه سيدنا جبريل عليه السلام نازل في الرابعه العدويه، التجليات، انه الرئيس السابق مرسي صلى بالرسول عليه الصلاه والسلام في رؤيا لاحدهم، يعني خلينا نقول انه هو كل الكلام مش منطقي، فطبيعي جدا ان هو يتخلى عن هذه المسؤوليه. وهم عندهم في بعض يعني الاخوه بتوع السلف وقيادات التيار الاسلامي عندهم مخارج لمساله الكذب ومساله حتى في فكره تغيير الشكل وارتداء النقاب للهرب وتغيير الاشكال، وان هو صفوت حجازي يعمل دوبلس ويتوجه الى ليبيا، انما الكلام فكره ان هو يعني بيتعامل مع الموقف لتهدئه الامور، لان هو شتم كثيرا في وزاره الداخليه، شتم كثيرا في وزاره الدفاع، خصص بالاسماء، يعني هو لو اخذ فكره السب والقذف اللي هو عملها مع الاشخاص هذا يكفي اعدامه فقط، لانه حرض على قتل كل القيادات، فطبيعي ان هو يعمل كده. خلينا نتكلم عن استمرار الملاحقات الامنيه مع جهود التهدئه، وده اللي اهتمت بيه صحيفه الشروق وقالت في صفحتها الاولى: الملاحقات الامنيه لا تعرقل جهود التهدئه. مصادر بتقول الحكومه منفتحه على دعوات التهدئه مع استمرار مطارده العناصر المطلوبه. يمكن موضوع تزامن الملاحقات الامنيه مع استمرار جهود التهدئه بيدينا تساؤل عن ايه اللي ممكن يحصل فعلا في الفتره المقبله. هل الحكومه هتتصالح او السلطات هيبقى هناك مصالحه مع الاخوان؟ احنا عندنا النهارده كمان دعوات من جانب الاخوان لمسيرات في مصر في جمعه الشهداء، هل هيقبلوا هذا التصالح مع استمرار القبض على قيادتهم؟ خلينا نقسم المساله نصين، لانه في الحقيقه التعميم في مساله الاخوان بالتحديد هيكون صعب التعامل معه، انما احنا عندنا فريقين في جماعه الاخوان، لدينا فريق كان يقود وكان يخدع وكان يتصدر المشهد ويخدع كثيرين من شباب الجماعه على وجه التحديد، وفي الحقيقه دول بيعتبروا ضحايا لقيادات التنظيم اللي غررت بيهم لفتره طويله جدا وقالت لهم ما كان ليس حقيقيا وورطهم في الامر حتى في اعتصام رابعه العدويه، ولما ازفت الازفه كل القيادات اختفت وتورط البسطاء ومات البسطاء وليس القيادات. دول في الحقيقه المقصودين بالمصالحه، كل من تورط قانونا لن يدخل في اطار المصالحه، سيتم محاكمته وفق القانون. يمكن ده كان واضح جدا سواء في تصريحات الفريق او عبد الفتاح السيسي او في تصريحات الرئاسه او حتى في تصريحات دكتور الببلاوي، حتى في التصريحات الاخيره للدكتور زياد، انه المصالحه وارده مع كل من يحترم القانون، فاحنا بنتكلم في اطار قانوني، انما اللي يقول ان فكره المصالحه قائمه ان حزب النور لم يدخل في معادله
ضد انه بيتم التعاطي بشكل سهل معاه، انه هو حتى قياداته فهم الموقف جيدا. طب بتحاول تعمل على حزب النور والاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه، ازاي هيقبلوا بفكره التهدئه والمصالحه في حين ان التعديلات الدستوريه الجديده بتنص كما قالت التسريبات والمصادر على حظر اقامه اي احزاب ذات مرجعيه اسلاميه؟ والله اذا ده القانون هو امامه حاجه من اتنين، يا اما يلتزم بالقانون ويعمل ده، يا اما يخرج من اللعبه تماما ويتفرغ للدعوه اذا كان حتى الدعوه لن تتم في الاطار اللي كانت فيه سابقا، يعني لن يسمح لجماعه الاخوان ان تكون تشكيلات دعويه، ولن يسمح للسلفيين ان هم يعملوا الجزء اللي كان بيتعمل في المساجد والزوايا، كله سيتم في اطار القانون. وفي تقديري انه حزب النور والجماعه السلفيه بشكل كبير جدا حتى لو كانت تلعب ضمنا وهي تلعب ضمنا مع جماعه الاخوان المسلمين بشكل كبير جدا حتى في التحركات، ومسؤوله بشكل كبير، يعني يمكن في الجهادية السلفية وغيرها في سيناء مسؤولة عن عدد كبير جدا من العمليات، إنما هي مجبرة، يعني أنت تتحدث عن واقع يجبرهم على السير في هذا الاتجاه والسير في هذا الاتجاه فقط. طيب من صحيفة الأخبار، 67% من المصريين بيأكدوا عدم سلمية اعتصامات الإخوان، الأقباط بيتحدون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبيرفضوا الحماية الغربية. قبل بس ما أدخل في تفاصيل الخبر، عايز أوجه تهنئة للأقباط الأرثوذكس في مصر بعيد العذراء، احتفلوا بيه أمس الخميس. يمكن الأستاذ عبد الجواد تصريح للبابا توادروس قال فيه لو كان تمن استقرار مصر هو هدم الكنائس فما فيش مشكلة، حقن دماء مصريين، عدم إمكانية التدخل الأجنبي، يعني رسخها بقوة الأقباط من خلال تصريحات البابا توادروس ومن خلال أيضا مواقفهم. يا خليني بس أهني الإخوة الأقباط بداية، يعني كل سنة هم طيبين. الفكرة فيما يتعلق بالملف القبطي تحديدا له شقان، الشق الاول اللي حضرتك تفضلتي وقلتي انه احنا كان في صوره مش واصله بره انه يتم اعتداءات ولا تصل الى خارج، يمكن المعركه كانت داخليا شويه، يمكن لو كل الفضائيات دلوقتي بقت بتعمل ترجمه باللغات الاجنبيه، وده جزء من القصه، انما الجزء الاكبر انه يكون لدينا اعلام قوي قادر على التواصل مع الاخر في الخارج، ان يبقى عندنا وزاره خارجيه قويه وفاهمه شغلها كويس قوي، يبقى عندنا هيئه استعلامات بتشتغل كويس قوي مش زي ما بيحصل دلوقتي. انما الفكره في الموقف العالمي في الحقيقه هنلاقي خلال ال 48 ساعه الماضيه كان هناك تغير كبير جدا، حتى ان هيومن رايتس ووتش وهي المنظمه الاكبر في مجال حقوق الانسان اصدرت تقريرا بالامس في غايه الاحترام رصد كل التعديات على الكنائس ودور العباده القبطيه وعلى الاقباط انفسهم من حرق منازل وغيره، حتى في المواقف الدوليه فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي او حتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك إدانة لما يحدث، إنما ما يجب أن نشاد به هو الموقف القبطي للبسطاء، يعني إحنا كنا متعودين مع أي اعتداء على كنيسة في أي مكان بتحصل الفتنة وتقوم القيامة، إنما الشق الأكبر اللي يجب أن تتعامل معه الدولة هي إعادة حقوق هؤلاء الأقباط بدءا من حادث القديسين في الإسكندرية الذي كان قبل ثورة 25 يناير، وبعدها أيضا حوادث الأقباط الشهيرة، الاعتداءات الشهيرة في نجح حمادي واستهداف الأقباط بالخطف، لأنه في الحقيقة بقاء هذه القضايا بلا متهم وبلا أحكام بيخلي يعني فكرة أن القصة تنفجر مرة أخرى واردة، إنما هذا موقف محترم من الكنيسة المصرية، موقف اعتدنا عليه في الحقيقة من الكنيسة المصرية انها على قدر المسؤوليه وفي الموعد تماما بتبقى مع مصلحه الوطن. طيب خبر اخر من جريده الاهرام وفي صفحتها الاولى، القوى السياسيه ترفض الانتخابات الفرديه وتفضل القائمه. فيما يتعلق بهذا الخبر استاذ عبد الجواد والجدل السياسي حول نظام الانتخابات الفرديه، يعني هناك طرفان، احدهم بيقول ان هذا النظام سيعرقل تمثيل الشباب والاقباط والمراه في البرلمان وسيؤدي الى ظهور العصبيات واستخدام سلاح النفوذ والاموال. الطرف الاخر بيقول ان هو متوافق مع هذه المرحله السياسيه الجديده اللي بتعيشها مصر. هل بتميل لانهي طرف ورايك ايه في هذا الامر؟ في الحقيقه يعني علشان تعمل انتخابات بالقائمه لابد ان يكون لديك احزاب قويه تمتلك اسماء قويه قادره على المنافسه. في الحقيقه احنا ما بنعملش الاحزاب هشه، الاحزاب ضعيفه، معظم الاحزاب ليس لها مكاتب حتى الا في القاهره بما فيها الاحزاب الكبيره،
يصعب عليها التنافس. وشفنا في مسألة القوائم في الحقيقة في انتخابات الشورى السابقة ومجلس الشعب السابق أفرز عددا كبيرا من النواب محدش يعرفهم، لم يلتزموا بخدمة دوائرهم، لم يلتزموا حتى بالدور المطلوب منهم، يمكن بشكل كبير جدا مسألة الانتخابات الفردية في تقديري أنها هي الأنسب للمرحلة الموجودة في مصر دلوقتي. لما فكرة تمثيل الشباب وفكرة تمثيل المرأة يعني كفانا الزج بأسماء تدخل ولا يكون لها انتماء في الحقيقة إلا لمن أدخلها إلى البرلمان، يعني إحنا محتاجين حد يدخل البرلمان يمثل الشعب بشكل حقيقي، وده في الحقيقة سيكون مناسبا له النظام الفردي في هذه المرحلة علشان اللي داخل يعرف إن الناس هي اللي انتخبته وعليه أن يخدم من انتخبه. نعم. شكرا للسيد عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير بوابه رجل اليوسف. مشاهدينا الكرام، يمكن قبل ما نختم عايزه بس انوه على خبر صغير جدا. وزاره الداخليه اهابت بجميع المواطنين الحذر عند التعامل مع النقد الاجنبي وعدم تداوله الا من خلال الجهات والمنافذ الشرعيه والمكاتب المعتمده، في اعقاب ضبط 3 عناصر من تنظيم الاخوان بحوزتهم 1,450,000 دولار مزيفه في وقت سابق من الامس. بنشكر ضيفنا مره ثانيه ونشكركم مشاهدينا على حسن متابعتنا في هذه الحلقه من هذا الصباح. على راس الساعه نشره اخباريه عن كل ما يحدث في مصر والعالم، خليكم معنا دايما ونشوفكم دايما على خير في هذا الصباح.